السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله موقع ربح مال جديد اسمه advertor.bw. أول حاجة بتضغط على كلمة التسجيل فوق على أقصى اليسار، بعد كده بيجي لك استمارة التسجيل، انشئ اسم المستخدم اللي هو اليوزر نيم والبريد الإلكتروني، وتكتب كلمة المرور وتكتب محفظة بيانات الخاصة بيك، أولها حرف البي فور بن، وبعد كده مجموعة الأرقام اللي قدامها، وبعد كده بتقول له يسجل. الموقع مش محتاج اي يعني اي تفعيل بريد الكتروني او حاجه، على طول بيخش على طول. تمام، لو انت ما عندكش محفظه بيير، في انشاء محفظه بيير، لو هتضغط هنا هيبدا يحولك على موقع بيير اللي عمل محفظه جديده في بيير عن طريق الجيميل او اي ايميل لي. انا عندي حساب فهخش على مدخل. بعد ما دخلت على الحساب في عندي نوعين من الرصيد، رصيد الشراء ورصيد الدفع. رصيد الشراء ماليش دعوه بيه دلوقتي، رصيد الدفع هو ده اللي يهمني، ده اللي انا هسحب عليه. اقل حد لسحب 1 روبل على محفظه بيير. تمام، طيب دلوقتي تكسب من الموقع عن طريق حاجتين: مكافاه وتصفح. تصفح انك بتزور مواقع تستنى فيها مده معينه من الثواني، وبعد كده بتحصل على المبالغ. المبالغ هنا بالروبل، الروبل دي عملة روسية، الدولار فيها بيساوي 72 روبل بعملة اليوم. وفي عن طريق برضو حاجة اسمها مكافأة كل 24 ساعة بتضغط عليها، بعد كده بتضغط على لافتة إعلانية هنا تبقى موجودة، بس أنا ضغطت عليها. هيجي لك زرار هنا اسمه احصل على المكافأة، تضغط عليه هيجيب لك مكافأة عشوائية كل 24 ساعة. بعد كده بتضغط على كلمة التصفح اللي هي من هنا. في طبعا مواقع كتير جدا، انا رصيدي حاليا 54% روبل، يعني نص روبل، يعني بيعمل لك 15 روبل في الشهر. طبعا هو مبلغ بسيط كبداية، بس لو معاك مثلا 30-40 موقع من ده هيبقى معاك مبلغ محترم لحد ما. وكل ما زاد المواقع كل ما كان الربح بقى ازيد. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بيقول لك هنا 60 ثانية هتاخد 4% روبل، يعني ال 54% دي هتبقى 58%. هتضغط على الموقع هنا هيبدأ يفتح لك صفحة جديدة زي ما انت شايفين، وفي مؤقت ثواني في الأسفل هنا، هنستنى لما يخلص، بعدين هيظهر كباتشا هنحلها، وبعد كده يبقى انت زرت الموقع. بعد ما خلص العداد جالي مسألة حسابية بسيطة 8×2، هختار الرقم من هنا 8×2 6، هضغط 6، يقولي شكرا لزيارتك لقد حصلت على 4% روبل، وده الموقع اللي هو بيعلن عنه. انا هقفله وهرجع للصفحة تاني، وبعد كده هعمل ريفريش واشوف 54% بقت 58% ولا لا. مظبوط، بقت 58%. تمام، عشان تسحب من الموقع بتسحب عن طريق تضغط على كلمة اطلب دفع تعويضات، هتضغط عليها، بعد كده بتقول له سحب الاموال. طبعا بيقول لك اقل حد للسحب هو 1 روبل، فدي اقل حد للسحب، والسحب على محفظة بيير اللي انت حطيتها في بداية تسجيلك في الموقع. موقع سهل وبسيط ومفيش اي حاجة تانية تربح فيها الا لو انت شحنت في الموقع، وده منصحش بيه اي حد. ما تشحنش في اي موقع ربح مال من فلوسك الشخصية، ولا تشحن عن طريق فيزا كارد ولا اي حاجة. انت تربح المال عن طريق مشاهدة فيديوهات او مشاهدة او تصفح المواقع فقط لا غير، لكن ما تشحنش اي حاجة من فلوسك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوا الاشتراك في القناة وعمل اعجاب الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.